بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدني باسم مؤسسه الفجر والتيم ايها الحضور الكريم معمل الكناس ان ارحب بكم جميعا في هذا الاجتماع بمناسبه اطلاق قافله صحه وسلامه، وان ارحب بكم جميعا واشكركم على حضوركم. ايها الحضور الكريم، اعتمدت مجموعه الفجر والتيم منذ سنوات عديده سياسة متكاملة في ميدان سياسة المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية والتنمية المستدامة، وارتكزت هذه السياسة على أربع محاور رئيسية. المحور الأول هو الصحة والسلامة، المحور الثاني هو التأهيل للشغل والتشغيل، المحور الثالث هو التربية والتكوين، والمحور الرابع هو البيئة والتنمية المستدامة كذلك. أيها السيدة والسادة، مع الأهمية التي نوليها لكل محور من هذه المحاور الثلاث، محور الصحة والسلامة ما يكونش الاختيار ديالو اعتباطي، لأن ذلك ناتج على القيمة اللي كنعطيو للصحة والسلامة في مؤسسة لافارج روسين، ونابع كذلك من القناعة ديالنا بأن الصحة والسلامة هي أساس كل شيء. حنا كنعتبروا الصحة والسلامة أولوية الأولويات، وكتكون أسمى من جميع المؤشرات الأخرى، المؤشرات الإنتاجية أو المردودية أو التسويق وما إلى ذلك، لهدف بسيط وعادي وسامبل، هو أن أي عامل، أي مناوي، أي سوتخيتون، أي واحد خدام على فرج روتين في أي ميدان، كما جا الصباح صحة سلامة، يرجع للعائلة ديالو في العشية صحة سلامة. غتقولوا كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الهدف ديالنا هو أننا نخلقوا محيط للعمل آمن وسليم لكل المعاونين والمناولين، حتى يتسنى لنا تحقيق هدف الصفر حادثة الشغل في جميع أنشطتنا الصناعية واللوجستية. من أجل ذلك نعتبر العنصر البشري حجر الزاوية والركيزة الأساسية في منظومة تدبير الصحة والسلامة، ونحن جد سعداء بالنتائج المحققة في هذا الميدان ديال الصحة والسلامة. فالمعمل ديال لافارج روتين مكناس بحمد الله لم يسجل أي حادثة شغل منذ أكثر من 7 سنوات. نحن فخورين بهذا الإنجاز، لذلك نطمح إلى اقتسام تجربتنا في ميدان الصحة والسلامة مع جميع المتدخلين وجميع الشركاء، سواء من الناتج الاقتصادي أو المقاولة، سواء مع المؤسسات العمومية أو مع فعاليات المجتمع المدني. كيف ذلك؟ كيف لا ونحن نعلم أن في البلد العزيز لنا في المغرب، مع كامل الأسف، كنسجلوا ما يزيد على 49 حادثة شغل لكل 100,000 عامل، في حين أن المعدل ديال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكاد كيوصل ل 20 حادثة شغل لكل 100,000 عامل، يعني أن المعدل اللي عندنا في المغرب جوج المرات ونصف المعدل اللي كان في المنطقة ديال شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لذلك هناك ضرورة ملحة أن تضاف الجهود من أجل الصحة والسلامة في ميدان العمل، كنهضروا على الصحة والسلامة كذلك. أما في ميدان الصحة، فرغم الطفرة النوعية ورغم الجهودات الجبارة اللي دارت في البلاد ديالنا، ولكن ما زالنا جميعا نعاني من بعض الصعوبات، لا في العلاج ولا في التطبيب، ولا كذلك في الولوج إلى التطبيب بصفة عامة. وعندنا إكراهات بطبيعة الحال جميع ديال الموارد البشرية والموارد المالية. في هذا السياق وفي إطار سياسة الانفتاح ديال لافارج روتين على المحيط ديالها وعلى الجمعيات وعلى المجتمع المدني، وكذلك في إطار هذه السياسة اللي هضرت عليها ديال المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، تضافرت الجهود ديالنا ولقينا شركاء ديالنا من المجتمع المدني، وبطبيعة الحال أول متدخلين هي المندوبية ديال الصحة في مكناس. وكذلك المجتمع المدني، السلطات المحليه وجميع المتدخلين في هذا الميدان، على اساس ان نديروا قوافل وعلى اساس ان نديروا تظاهرات في ميدان الصحه والسلامه لفائده سكان ويسلان وكذلك جماعه ويسلان وجماعه دخيسه، من اجل تلبيه بعض الحاجيات الصحيه. وها نحن اليوم في هذا الاجتماع غادي نوصلوا القافله ان شاء الله، ولكن على اساس اننا نوقعوا اتفاقيه شراكه مع مندوبيه الصحة بعملة ويسلان من أجل مؤسسة هذا العمل التشاركي مع المتدخلين جميعا. أغتنم هذه الفرصة لتقدم بجزيل الشكر لجميع دكتور الصحة، وذلك عرفانا منا لمجهوداتهم اليومية والدؤوبة من أجل صحة المواطن، وكذلك للدعم
دائم ومتواصل لهم لأنشطة الفاجولتين في هذا المجال للصحة والسلامة. نلتزم في إطار هذه الشركة كمؤسسة الفاجولتين أولاً بالمساهمة الفعالة في اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات والآليات اللازمة للقوافل التي سننظمها جميعاً وسوياً كل سنة. نلتزم كذلك بالتكفل بالحالات المرضية الفقيرة والهشة والتي تتطلب تدخلات طبية وجراحية خاصة. نلتزم كذلك بالمساهمة في تعبئة الموارد البشرية وتقديم الدعم اللوجستيكي الكافي لإنجاح هذه التظاهرات. أيها الحضور الكامل، سأعمل شخصيا جاهدا وجميع أطر مؤسسة لافارج روسيم على إنجاح هذه التظاهرة ولتقديم الدعم من أجل النهوض بقطاع الصحة في وسطان ودخيصة. أشكركم جزيل الشكر. لا يفوتني كذلك أن أشكر الممثلين ديال المجتمع المدني والجمعيات التي تساهم في هذه القافلة وفي هذه الأنشطة، وكذلك السلطات المحلية وعلى رأسها السيد العامل السيد بلاشا السيد القائد ديال وسلان السيد القائد ديال دخيصة، كذلك المجلس الجماعي في وسلان وفي دخيصة على المساهمات ديالهم في إنجاح هذه الأمور، ولا أنسى كذلك مفوضة الشرطة والوقوف ديالها إلى جانبنا جميعا لإنجاح هذه التظاهرة. وصلكم مبروكة، نتمنى التوفيق، نتمنى أن القافلة والتظاهرات تكون أحسن ما يرام. وصلكم مبروكة والله ولي التوفيق. السلام عليكم.